السلام عليكم البنات، معكم صفا من قناة طبخ صفصف. اليوم جيت نقدم لكم واحد الكيك مخطط كيجي راقي في المنظر وفي المذاق. المقادير ديالو بسيطة، نقدم لكم المقادير. بسم الله، عندي 3 المعالق كبار ديال السكر سنيدة، 2 معالق كبار ديال مايزينا او نشا الذرة، اللي ما عندوش متوفر يمكن ليه يدير البودره ديال كريم باتيسير. عندي هنا فلون ديال الكراميل، كل واحد يدير النكهه اللي كتعجبو. عندي نصف لتر من الحليب. غادي ناخد واحد الكاسرول، غادي ندير فيها الحليب، السكر سنيدة. اللي بغى يستعمل الفلون اللي كيكون فيه 50 غرام كيكون فيه السكر، ما يديرش 3 معالق ديال السكر حبيبات، يدير غير ملعقه واحده ديال السكر حبيبات اولا نصف على حساب الذوق. ندير الفلون ديالي، ندير نشا الذرة او مايزينا، وكنحركو كنحاولو نذوبو ونشا الحليب باش ما كيتكورش لينا. ونخليوه على جنب، ها كيفاش كيجي كيكون ما بقاتش فيه لا نشا لا والو محبب. غادي نخليوه على جنب ونتلاقاو ان شاء الله باش نوجدو الخليط الثاني. غادي نحتاجو الطبقه الثانيه، 2 معالق كبار ونص ديال نشا الذره او مايزينا كيف قلت لكم من قبل. عندي هنا 3 ديال المعالق كبار ديال السكر الخشن او السكر سنيده. عندي هنا 8 القطع ديال الشوكولات، انا عندي هاد الشوكولات ما توفرنيش عندي الشوكولات الاخر بديل الشوكولاته. عندي هاد الشوكولات، عندي نصف لتر ديال الحليب. نبداو على بركة الله، غادي نصب الحليب ديالي نفس الطريقة اللي درت في الأول، وغادي ندير السكر حبيبات ونشا الذرة وكنخلطو باش ما يبقاش محبب ليا. اما بالنسبه للشوكولاته البيضاء حتى كيعقد لينا الخليط، ملي كنديروه فوق النار ويعقد وعاد كنزيدو عليه الشوكولاته البيضاء. بعد ما خلطنا الخليط ديالنا مابقاوش فيه الحبيبات ديال النشا، غادي نردوه فوق النار باش يعقد لينا ونتلاقاو ان شاء الله. دابا درت الكاسرولات ديالي بجوج فوق النار، النار كتكون قليله وكنبقى نحرك ضروري التحريك حتى كيبدا يعقد ليا. اللي ما يقدرش يقابلهم بجوج يعني يحركهم في نفس الوقت بجوجهم، يمكن ليه يبدا بخليط واحد ومن يبدا يعقد عاوتاني يبدا بالخليط الثاني، من بعد الى عقد ليه الخليط الاول اللي كان طيب يعاود يسخن واحد شويه. نسيت ما قلتش لكم، غادي نضيف سكر الفانيلا على الخليط الثاني اللي صوبنا، كيس واحد من السكر ديال الفانيلا. كنبقاو نحركو مزيان باش ما يسقش لينا النشا في الكاسرول. غادي نستمر بهاد الطريقه يعقد لي الخليط ونتلاقاو ان شاء الله. كيف ما كنلاحظوا الخليط ديالنا الاول اللي فيه الفلون ها هو عقد، بدا كيعقد. غادي نخليه على جنب ونستمر في التحريك ديال الخليط الثاني حتى يعقد. الخليط الثاني ديالنا هو عقد حتى هو كيف كتلاحظوا،
بعد ما عقد لينا الخليط الثاني غادي نزيدو فيه الشوكولات ديالنا، نحركو حتى يذوب الشوكولات. ديما على نار مهيله، صافي هو داب لينا الشوكولات. الشوكولات كيضيف ليه واحد النكهه خاصه، كيجي زوين داك النكهه ديال الشوكولات كتجي زوينه. دابا غادي ناخذ المول ديالنا، غادي ندهنوه بقليل من الزيت ونصبوا الخليط. اول مول ديالنا اللي غادي نستعملوه، انا فرشت فيه ورق المطبخ والجوانب غادي ندهنهم بالزيت غير باش يسهل عليا نزول الكيكه ديالي ملي تبرد. اللي عنده هذاك المول اللي كيطلع راه كيكون عادي كيطلع، هذاك من الافضل كيجي ساهل. صافي بعد ما دهنت المول ديالي بالقليل من الزيت غادي نبدا نصب الخليط. نديرو شويه ديال هذا، هاد العمليه خصنا نديروها بسرعه باش ما يعقدش لينا في مره الخليط، الا عقد لينا كيجيش مزيان. كنحاولوا نوضعو في الوسط، هكا بالتناوب كنبقاو نفرغوا الخليط ديالنا. كنحاولوا نقددو، دائما كنحاولوا نفرغوا في الوسط. غادي نستمر هكذا حتى نكمل الكميه اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله. ما صبيت الكيك ديالي ها هو، دابا غادي نخليه حتى تنخفض درجه الحراره ديالو وندخلو المبرد شي ساعه ونقدموه ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا، كتجي رائعه. غادي نقسم واحد الطريف نوريه لكم، ها هو الشكل النهائي ديالها، ها كيفاش كتجي زوينه بزاف والمذاق ديالها رائع. زينتها من الفوق بالكراميل واللوز هاشي، كتجي زوينه. نتمنى تجربوا الوصفه ديالي، ولاول مره كيزور القناه ديالي المرجو الضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو وشجعوني باللايك والتعليق. شكرا لكم.